انسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم، ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، امين يا رب العالمين. هذا الفيديو راح نقدم لكم رولي تاع الدجاج محشي بالخضر، يجي بنين وهايل. درت الدجاج، نزيد له الملح، فلفل اسود، كينجبير، كركم، فلفل احمر، بهارات الدجاج، ثوم بودرة، ملعقة صغيرة من الكاتشب من المطاط، ملعقة صغيرة من الكاتشب، شوية زيت، حوالي ملعقة كبيرة تاع الزيت، شوية خل، شوية زعتر، حكوها هكا بين يدينا، نخلطو مليح الدجاج مع التتبيلة. نغطو الدجاج بالفيلم ألومونتير هكذا، ندخلوه للثلاجة مدة ساعتين، إلا عندك الوقت تخليه أكثر باش التتبيلة تشرب مليح، الدجاج يشرب مليح التتبيلة، ومن بعد نكملو الوصفة تاعنا. دروك نحضرو الحشو اللي نحشو به الدجاج، نديرو في مقلاة شوية زيت، حبة بصل كبيرة، نقطع ربيك بزاف، فوتيها في الرومو، ندير الملح، نخلوها تقلى شويه، بعد ما يتقلى البصله تقلى شويه، نزيدو لها الجزر والكروطه والكابويه بعطيه، درت حبة كابوية كبيرة وزوج تاع الجزرات متوسطين، نقلو كلشي مع بعض. نزيدو الفلفل الأسود، ثم ديروا على حسب الذوق تاعكم، خلو كلشي يتقلى، نطحنوا الدجاج تاعنا بالتتبيله تاعه في الروبو ونتلاقاو.
ها هو الدجاج بعد ما طحناه، نزيدو عليه حبه بصل تكون مطحونه في الميكسر في الروبو، نزيدو عليه معدنوس، حبه بيض، زوج ملاعق تاع لا شابليور، نخلطو كلشي. نحطو في الاليمونتير على شكل مستطيل، يكون مستطيل كبير تاع بلاستيك، نسرحوا عليه الدجاج على شكل مستطيل. نسرحوه على شكل مستطيل على هذا الشكل، نسوي له وجه هكا يكون متساوي. من بعد نزيدو عليه، نسرحو عليه الحشوة اللي درناها هكذا. سرحوه بشكل متساوي، نعمرو كاع البلايص كيما هاك. بعد ناخذ الفرماج، تبغي ديري فرماج مربعات هذوك لي كاغ اللي يجوا في الساندويشات ديريهم، تبغي ديري اي فرماج يكون عندك. انا عندي مثلثات، غندير فرماج مثلثات. نحكمو البلاستيك اللي درناه ونبداو نروليو غير بشوية. بعد ما نلوه في الفيلم ألمونتير نزيدو نلوه في البابي ألمنيوم، نلفو مليح من كل الجوانب. نلفو مليح على هذا الشكل، نبلعو مليح في الجوانب، نحطو في صينية تدخل الفرن، ندخلوه الفرن على 180 درجة لمدة نصف ساعة. باش نحضرو لاصوص تاع تاع الشامبينيون والفرماج، بس نديرو حبة بصلة نرفوها بالجهة الرقيقة
حبه بصله صغيره، زدوا عليها شويه زيت، قلوها مليح. شويه ملح، كتروش لخاطرش غنديرو الفرماج. معدنوس مقطع رقيق، خلوها تقلى مليح. كي تقلى البصله والمعدنوس مليح، نزيدوا عليها الشامبينيون او الفتة، كميه تاع الشامبينيون، كميه صغيره، ونخلوها تقلى مليح. نزيد عليها شويه فلفل اسود، انا ما بغاش نكثر الفلفل بزاف في الماكله، ثم ديروا على حسب الذوق تاعكم، وخلوها تقلى مليح 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 حتى تشرب كاع هذاك الماء تاع البصله. ونعاودوا باش نزيدو عليها الصلصه تاع الجبن. هنايا درت زوج نتاع ياغورت ناتور مع ثلاثه فروماج بورسيون مثلثات، غادي نطحنهم مليح ونزيدهم على الشامبينيون. بعد ما نشف مليح الشامبينيون من الماء نتاع البصله، نزيدو عليه الياغورت اللي طحناه مع الجبن، ياغورت ناتور. تبغي دير الكريمه سائله دير. نخلطو، خلوها قد ما تغلي لنا تعقد شويه ونطفو عليها. بعد ما يطيب الدجاج نتاعنا الرولي تاعنا، نقسموه اون دو لخاطرش المقلة مغاديش تربح، ونحمروه في شوية دهان. نزيدو لاصوص تاع الشامبينيون والجبن من فوق، نزينو بيها. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، امين يا رب. نقول لكم تبقوا على خير في فيديو قادم ان شاء الله. شهيتكم طيبه ومع السلامه.